هل الرواية دي يعني كانت قصة واقعية أنت مثلا قريت عنها، ولا هي من وحي الخيال 100%؟ هقول لحضرتك على حاجة. هي نقدر نقول إن الرواية واقعية وخيالية في آن واحد، وهكشف عن جزء صغير من القيمة من وراء الرواية. أثناء معيشتي في قرية في أسيوط، شاهدت بعض عمليات التنمر تجاه ذوي البشرة السوداء. فمن هنا جت الفكرة إنه أعمل رواية أو أكتب رواية تكون بتدور حوالين مجموعة من، لو بصينا هنلاقي حضرتك نوبي ومسيحي وصوفي أو الدرويش صوفي. فأنا بتكلم بشكل أساسي عن الأقليات من خلال هذه النماذج. إنما في الأحداث الرواية نفسها هنلاقي أحداث واقعية كتير، يعني ممكن الأفكار أو القيم اللي أنا بحاول أقولها دي أنا صنعتها، لكن الأحداث نفسها المصاحبة للرواية هي أحداث اوريدي حصلت يعني. وهتلاقي أنا اتبعت أسلوب أن أقتبس من التاريخ نبذات، فهتلاقي في كل فصل من الرواية ببدأ بحدث تاريخي. في أحد الفصول ببدأ بغرفة نوم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكونسولتو طبي موجود بيعلن انه توفي، وهكذا. نعم، يعني نقدر نقول انه من ضمن القيم اللي كنت حريص عليها يعني تحث عليها من خلال روايتك هو الوحدة الوطنية. بالضبط. نعم، طيب عايزين نعرف يعني امتى الرواية هتبتدي بقى تكون موجودة في الأسواق، هيتم طبعها يعني، وهل بالفعل انت مضيت مع دار نشر ولا لسه؟ لأنه انا بالنسبة لي الرواية انا منتظرها، يعني أحب جدا إن أنا أراها. والله ده شيء يسعدني جدا ويشرفني طبعا، وان شاء الله هو جاري الاتفاق مع دار نشر حاليا، بس مش حابب اقول اسمها. ممكن خلال هذا الاسبوع يتم توقيع العقد ان شاء الله. خلينا نتكلم عن يعني موضوع، أيوه اتفضل. لو معرض الكتاب تأجل زي ما بيقال لشهر 5 او 6، فممكن تكون الرواية موجودة وقتها ان شاء الله.